عندي بوضيع فاطمه وراجلي المراه بدريس الله يرحمه، وعندي ربعه الوليدات، عندي حسنه وعندي يوسف وعندي عبدو وعندي رجاء. انا عندي ربعه الاولاد، وانا راني عييت اوليدي، انا عييت. هذاك عبدو عنده جوج الاولاد ويوسف عنده ثلاثه الاولاد، واوليدي والحاله الحالة الله، راه الله هو اللي عالم. ها انت ولدت شو هاد الحاله وشوف هاد العيشه، وهادي الا عجبتهم هاد العيشه انا فيها، راه ما داولي الضو داولي الما، راه خلاوني حتى حاجه، راه خلاوني حتى حاجه، راه الشمع المخزن صافي، المخزن اوليدي دانا الضو، ما بقيناش باش نخلصو. انا اللي كنخدم عليهم ما بقيتش نلقيت باش نخلص والو، ما عندي حتى حاجه دابا، ما بقيت لا ما نبيع اوليدي لا ما نشري. كنطلب من الله ومن السلطات وبجلالة الملك يحميني يحميني ويحمي لي ولادي. انا ولادي راني وليت خايفه، انا راني ما كنعس حتى يدخل ولدي، كنخاف يتم داخل ويضربوا شي شمكه ولا شي حاجه بشي شفره. راه الا دخلوا الشماكريا وقالوا لنا عطيونا غير شي بيدود الماء ولا شي حاجه ما بغيناش، راه كيهددونا. كيدخلوا ولادي لهنا للدار، كيشموا كيجيبوا البنات كيقمروا كيديروا كل شيء هنايا، راه حنا محميين غير بالدراري الحومه، هما مساكن اللي كيجيو يحضيوني ويحضيو لي العروسه ويحضيو لي الوليدات. راني عندي وليد عنده 7 سنين كيمشي للمدرسه، راني كنخافو بلي تمس غادي الصباح يديه لي شي واحد. دابا الا عاودوك مهمتي تخوي من الدار. نخوي اوليدي الا عطاني التعويضه اوليدي نخوي، ما عندي ما نقص فيها. انا وليدي طالبه غير التعويض ديالي. تمشي لعندهم المقاطعه يعطيوك؟ ما كيعطيوني حتى حاجه وليدي، ملي كنمشي للمقاطعه ما كيعطيوني حتى حاجه. عييت نصاوب في الوراق، صاوبي هاد الورقه، صاوبي هاد الورقه، صاوبي سني عييت نسني حتى حاجه وليدي ما هادي. عييت 20000 اللي سعيت وخسرت هاد الوراق 20000 ريال. دابا وليدي انا راني ما خدامه ما ردامه، راني وليدي دابا غير جالسه، دابا وليدي انا راني غير جالسه، راهي الناس اللي كدير في دابا تاعت الله، احنا وليدي جالسين. طالبين غير الحقوق ديالي، غير الحقوق ديالي وليدي، طالبه وليدي غير الحقوق ديالي، عوضوني ونخوي انا بحالاتي. هاد الدار راه كترطق، راه الما تحت منا راه كلشي تيطيح، السطح كيطيح، كلشي وليدي كيطيح، كيتزعزع غير بوحدو، كلشي وليدي كيطيح، كلشي الحيط. وانت كتشوف هاد الناس كي دايرين اخويا، انت كيقول لك 6 المليون وخرج بحالاتك، حمدنا الله عليه هذيك 6 وحنا باغيين نخرجوا، ولكن انت كتشوف الموبل كي داير، والستة كنمشي عندهم كنقول لهم عطيوها لك، يقول لك الصندوق خاوي، ما عرفتش الصندوق كي داير الميزانيه هنايا، المنان باغي يخربك وما باغاش يعطيك رزقك. وانت كتشوف في الشنكاره هنايا، كتشوف العالم الشفاره السكيريه، العالم كتشوفو هنايا. ملي كنمشي للدائره كيقول لك غير سير حنا غادي نجيو. بغيت غير تحيه لهاد الناس المسؤولين، يديروا لنا شي حل، ولا ماشي حتى شي غدا ولا بعدو صبح ميت ويقول لك هو ما بغاش يخرج. وهما شلا وحدين اخرين، ها هما خرجوا وما عطاوهمش حتى رزقهم، هما ريبوا الديور ما عطاوهمش حتى ديالهم. بغيناهم يديروا لنا شي حل الله يرحم بها الوالدين، ويديروا لنا شي حاجه اللي فيها الخير، يعطيونا غير ديالنا، ولا يديروا معنا اللي شي حل. المهم هادشي اللي بغيت نقول لك انايا، الله يسهل عليكم. انتم كتشوفوا الاخوان هذه اكثر من 30 عام اخويا، انا في عمري 31 عام وانا ساكن في الدار كنعقل، هذه 31 عام وانا في الدار خلاقيت فيها، وهما جوج الاولاد فيها، وها هي امي وها هي المراه، ما عندي فين غادي نمشي. انت كتشوف 30 عام كتمشي عندهم كتقول لهم غير قول له يعطيك غير فلوسك، ما كيبغيش، كيقول لك الصندوق خاوي. وواحد الناس هما هنايا في الموبل هما ردموا لهم جوج الناس، ما عطاوهمش فلوسهم، كيمشيو عندهم كيقول لهم الميزانيه ما قليله كدا، سيروا لهي سيروا لهنا سيروا لهنا، طلع عينا طلعوا على باص. ما عرفنا ما نديرو حنايا، 4 شهور هما داين عباد الله وجايبينهم، وحنايا عندنا تقريبا هذه العام جايه وانا ساكن بوحدي. وانت كتشوف هاد الدار هي مشقوقه، شو دير مواكي دايره؟ ها انت سمع كديرها كتزعزع، كنقسم لك بالله الا كتزعزع. بغينا شي حل الله يرحم بها الوالدين.